أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم. المستهل بالندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني جمال بالماضي صباحة اليوم بقاعة المؤتمرات التابعة لسيدي موسى، تحدث فيها عن التربص الذي يسبق اللقاءين وعن طابع المواجهتين، وعرج على خياراته الفنية من خلال الإجابة على أسئلة رجال الإعلام. الناخب الوطني جمال بالماضي أكد على أهمية بداية مشوار التصفية بفوز أمام منتخب الصومال قبل التنقل إلى موزمبيق برسم الجولة الثانية. نتابع. تصفية كأس العالم، وكما تعرفوا مهمة جدا، تبدأ بالنتائج أكيد إيجابي. لازم نفوز سورتو في الدار في بلادك ضد فريق نعرفوها باللي ماشي فريق اللي بكل احترام للصوماليا، ماشي فريق اللي عندها في تاريخ كرة القدم في افريقيا نتائج إيجابية. دونك ما يا با دو لازم ندو لي 3 بوان باش تبدا في هذا المجموعه من احسن نتائج. ومن بعد عندنا المباراه كي فاغيفي تري فيت 3 جور من بعد ضد موزمبيق، اللي ما يكونش سهل. نعرفوا تو لي ديبلاسمون في افريقيا ماشي سهلين بور توت لي ريزون. ولا اون فافوار توت On va voir toutes les conditions, les marofines, les sorbet, puisque le match est à 14h, je crois. Climat, l'heure du match, terrain, la benna, donc toutes les conditions que l'on connaît maintenant. Il y a un al-khibra fihom. Ou d'être ferir les taraf de la courade al-qadim. كما أبدى الناخب الوطني تفاجؤه من ضيق الوقت بين المباراتين، مشددا على ضرورة التسيير الجيد للمواجهة الأولى أمام الصومال. أنا سيتي ميم اون سوربريز بور موا باسكو لا دات سيتال جوسكو 21. كانت مفاجأة بالنسبة لي، لأن تاريخ الفيفا يمتد إلى غاية 21. هم أيضا سيلعبون يوم 16 مثلنا. كان بالإمكان تأجيل موعد المباراة إلى غاية اليوم الأخير لتكون هناك إمكانية للاسترجاع الكامل، لأنهم هم أيضا لديهم مباراة، وليس كما لو أنهم ليس لديهم مباراة. تفاجأت، ولكن لا يمكننا فعل شيء، لا يمكننا فعل شيء، لأنهم هم من يقرر التاريخ الذي يريدون أن يلعبوا فيه. لهذا سيكون هناك حد أدنى، بما أنه لن يكون لدينا سوى 3 أيام للاسترجاع ما بين مباراتين، بالإضافة إلى رحلة تدوم ما بين 10 ساعات أو 12 ساعة. إذا أعتقد أن تسيير المباراة الأولى سيكون مهما أمام الصومال دون إعطاء تفاصيل أكثر. طريقة تسيير المباراة الأولى هي التي ستجعلنا في أحسن الظروف في المباراة الثانية. وأضاف بالماضي بخصوص مشاركة بعض الفرديات من عدمها أنه جرب العديد من اللاعبين خلال تواريخ الفيفا الماضية قبل الفصل في تركيبة المجموعة. Effectivement, j'avais déjà annoncé, on a déjà fait sur ces derniers mois, sur toutes ces dernières dates FIFA, une sorte de بالفعل كنت قد أعلنت وأجريت خلال تواريخ الفيفا السابقة وخاصة التاريخ الأخير ليس عملية تجديد التشكيلة، ولكن تحديد معالم التشكيلة وإمكانية استدعاء لاعبين جدد. كنا في قائمة من 24 أو 25 لاعبا وأحيانا حتى أكثر، لإعطاء الفرصة للجميع لإظهار إمكانياتهم ممن أعتقد أنهم قادرون على تقديم الإضافة. كانت ثمة أمور إيجابية وأمور غير إيجابية، وهذا يحدث في كل الفرق الوطنية. وقلت أنه مع الوقت الحلقة ستذيق، خاصة في تركيبة المجموعة. هذه أول مرة منذ فترة طويلة نعود إلى العدد المسموح به في الكان، ألا وهو 23 لاعبا. إذن فمن الطبيعي أن هناك لاعبون سيتم إقصاؤهم، يغادرون الفريق وآخرون يعودون. كي
سليمين كي ديسبا. يجدر الذكر أن تربص المنتخب الوطني ينطلق غدا الاثنين بمركز سيدي موسى استعدادا لمباراتي الصومال والموزمبيق المقررتين يومي 16 و19 نوفمبر الجاري على التوالي برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026. إلى البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم، أصدر الستار عن الجولة الخامسة منها بتصدر مرودية الجزائر لجدول الترتيب متبوعا بنادي باردو واتحاد خنشلة. حوصل عن الجولة في تقرير مسعود شيشة. جولة كانت في صالح الرائد مولودية الجزائر الذي دعم مركزه الأول وأضاف انتصارا رابعا هذه المرة على حساب جمعية شلف التي انهزمت للمرة الثانية وتراجعت إلى المركز السادس. نادي بارادو صار ثانية ترتيبا العام بعد فوزه على مولودية وهران صاحبة المركز ما قبل الأخير وبنتيجة هدف لصفر. بارادو يتقدم على الثنائي النادي الرياضي القسنطيني واتحاد خنشة. الأول فاز خارج الديار على اتحاد سو بنتيجة 4-3. أما الثاني اتحاد خنشة فانهزم بميدانه أمام اتحاد بسكرة بهدف دون مقابل. النجم مقرة كان من بين المستفيدين من مباريات هذه الجولة حيث قلب تأخره إلى فوز ب3-1 أمام نجم بن عكنون الذي يتواجد في المركز الأخير. الدربي العاصمي بين الجارين اتحاد الجزائر وشباب الوزداد انتهى لصالح أبطال كأس السوبر الإفريقي ب2-1، فوز صعب تحقق في اللحظات الأخيرة. أما وفاق سطيف فكان على موعد مع تسجيل انتصاره الثاني وبنتيجة هدف لصفر أمام شبيبة القبائل قبل إجراء مباراته المتأخرة أمام اتحاد الجزائر الثلاثاء المقبل بسطيف. وتبقى مباراة شبيبة الصاورة ومولودية البيض الوحيدة التي انتهت بدون فائز وبدون أهداف في جولة عرفت تسجيل 18 هدفا وثلاثة انتصارات خارج الديار. في سياق متصل ستجرى مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بحضور الجمهور بداية من الجولة السادسة المقررة يومي 17 و18 نوفمبر حسب ما أعلنت عنه أمس الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي. وأوضحت الهيئة الكروية أن مباريات تسوية الرزنامة المبرمجة يوم 14 نوفمبر ستقام دون حضور الجمهور. وفي القسم الثاني قلب رائد القبة تأخره بهدف إلى هدفين أمام غالي معسكر برسم الجولة الرابعة من القسم الثاني هواة لينفرد بوصافة الترتيب خلف ترجي مستغانم. يقول عمر جمعي. قمة الكبيرين بين رائد القبة وغالي معسكر حسمها الرائد لصالحه بفضل لاعبي المخضرم يحيى شريف الذي تمكن من إنقاذ فريقه من فخ الغالي ويبقيه على مقربة من الرائد، رغم أن البداية كانت لغالي معسكر الذي سيطر على مجريات الشوط الأول وتمكن من تسجيل إحدى تلك الفرص إلى هدف في الدقيقة 30 بعدما تلقى الهداف زرقين كرة على طبق من الفنان غزار صدق. بعدها حاول الرائد العودة في النتيجة لكن براعة الحارس حميدان كانت بالمرصاد. توجيهات المدرب بندريس كان لها الأثر الإيجابي على أرضية الميدان في الشوط الثاني. زملاء يحيى شريف زادوا من الضغط على مرمى الغالي الذي تعاطف معه القائم في تسديدة ناجي ليعود يحيى شريف وفي مناسبتين يضيع فرصتين. مد الرائد جعل زملاء الحارس حميدان يرتكبون خطأ داخل منطقة الجزاء بعدما لمس المدافع الكرة باليد. الحكم إبرير يعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة 78 نفذها بنجاح القائد يحيى شريف. منقذ القبة شريف يحيي الرائد والأنصار الحاضرين في شرفات العمارات بعدما تمكن من إضافة الثاني عندما وجد نفسه وجه بوجه أمام الحارس. هدف احتج عليه عناصر الغالي بداعي التسلل. تغييرات المدرب يسعد لم تأتي بالجديد ليحقق رائد القبة فوزا هاما ومعنويا فيما على الغالي تصحيح الأخطاء
في أقرب الآجال. إلى آخر مستجدات الكرة الصغيرة الجزائرية على هامش بطولة السوبر جلوب الجزائر الجارية بالمملكة العربية السعودية، وقعت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد مع الكونفدرالية الإفريقية للعبة على اتفاقية بروتوكول تنظيم الجزائر لكأس السوبر الإفريقي رجال وسيدات والبطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس المقررة في أفريل المقبل بوهران. وتم بالمناسبة ضبط تواريخ إجراء المسابقتين، حيث تقرر تنظيم الطبعة 31 لكأس السوبر الإفريقي يومي 14 و15 أفريل 2024، فيما ستقام الطبعة 40 للبطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس من 18 إلى 27 أفريل 2024. في المبارزة تختتم اليوم البطولة العالمية بالقاعة البيضاوية بإجراء منافسات حسب الفرق. المنتخب الوطني رجال وسيدات اصطدم بواقعية منافسيه ولم يتمكن من تجاوز الدور 32. يقول يوسف رزيق. اليوم الأخير من المنافسة خصص لتصفيات حسب الفرق. المنتخب الوطني الجزائري للسيدات واجه نظيره من هونغ كونغ في الدور 32 وانهزم بفارق 8 نقاط 45 مقابل 37. خسرنا في الدور 32، كانت خساره يعني شويه مره، مع انه نعلموا انا نتسابقوا باش نتاهلوا للاولمبياد. يعني بوغ لو مومون انا ملاح، انا 13 يعني مازلنا في توب 16، يعني على بالنا بلي لازم باش نتاهلوا نكونوا في توب 16. يعني بوغ لانستون لم تأهلين، مي لازم نغارديو هاد لو كلاسمون ونربحو اونكور بلوس في ليكوب دي موند باش نكونو الاز نهار خلاص تأهلات. في نفس الدور وعند الرجال، المنتخب الوطني توقف طموحه امام منتخب رومانيا الذي كان منافسا قويا وفاز على رفقاء عبد الرحمن محمد سامي ب 45 ل 26 نقطة. كارام يدون افون، قال لي سونسيان سينيور حبوا يدو لابلاس لي اولمبيك تما يفل تو دوني. انا الحمد لله جي بي مو طلعت من برومي تور من كوب دي مون. اون تام دو بار ايكيب سيتي ان بو بلو دور باسكو اوني طومبي افيك اون ايكيب تري فورت لا روماني. المشاركة الجزائرية في هذه المرحلة الأولى للموسم الجديد تباينت بين الإيجابية للسيدات المتواجدات في رواق جيد لاقتطاع تأشيرة التأهل للأولمبياد، فيما يسعى الرجال لتحسين الأداء وتحقيق أحسن النتائج. حددت الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة يوم 18 نوفمبر الجاري موعدا لإجراء نهائي كأس الجزائر للسيدات بالقاعة المتعددة الرياضات مصطفى شاكر بالبليدة بداية من الساعة 4 مساء. النهائي سيكون ديربي ماغوراية بين جمعية ولاية بجاية الذي تأهل في الدور النصف النهائي على حساب مولودية الجزائر وأولمبي تشي المتأهل أمام جمعية شلف. وفي الملكة الصغيرة اختتم المنتخب الوطني للدراجات تربصه التحضيري بستولي بمشاركة 13 دراجا بقيادة المدرب خليل تمرنت الذي سطر برنامجا خاصا. التربص يأتي تحضيرا للبطولة الإفريقية المقبلة ولطواف مصر مطلع الشهر المقبل، فضلا عن الدورات الدولية المؤهلة للألعاب الأولمبية. انطباعات التربص نتابعها في ميكروفون التلفزيون الجزائري. التربص كانت المدة تاعو 10 أيام، اليوم يعني لا دانيير سيونس تاع التربص هذايا، كان عندنا حوالي 12 نعداء، يعني التربص كان وقام هنا في سطوالي هنايا، الحمد لله يعني الظروف كانت كاع مهيئة يعني باش ينجح التربص. قمنا عمل يعني الكونت لامونت عمل ضد الساعة، وكنا قمنا بحصص تاع مرتفعات، وما يخفالكش ان في السعوديه يعني ما كانش الباركور اللي راح نجروه يعني يكون بلا لان سيركوي بلا ويكون فيه رياح. هذا ستاج خدمه جديده علينا، كانت مش مكناش نديروها هكا، كان عندنا بقى عندنا بروغرام انا نتبعوا عليه، ما عندنا واحد شهور حنا نتبعوا فيه، ماشي كيما كنا تاع ندخلوا 15 يوم نبداو من الاول. كان تربص يعني ممتاز من جهه التدريبات، يعني ما كانش الاول، كانوا عندنا عده تربصات من قبل في تركيا وفي هنا في الجزائر فرنسا، الحمد لله يعني وكاين تقدم في المستوى. تربص فات مليح، كنا مع التدريبات
ورانا نجهزوا ان شاء الله البطوله العربيه ان شاء الله. كاينه على الميدمار في مصر وكاينه على في السعوديه على الطريق، وان شاء الله نكونوا متحضرين مليح. في الختام، تم تدشين النصب التذكاري للملاكم الراحل وصف حماني بمسقط رأسه إيغوغا فأيثحيا بتيزي وزو بحضور الأسرة الرياضية الذين استحسنوا المبادرة. يقول عبد القادر تصين. مرت الأيام على رحيل الملاكم الدولي لصيف حماني رحمة الله عليه، الذي ترك في أذهاننا بصمة شرف وفخر واعتزاز للرياضة الجزائرية عامة وللملاكمة خاصة. رغم هذا الرحيل إلى أنه لا يزال في قلوبنا مرسخا، ولهذا تم تدشين نصب التذكاري في ذكرى رحيله. بس نرتجمد لصيف حماني أعطيكم صحة وتنتظر كل سكواس نخدم تجميلت. صافي فريمون بليزير فوالا ودغي روند روماج إيفيفا دونك صافي دوزون كيلي بلو لا مي إلي توجور لا دون نوت كور دونك إلا بورتي أول درابو كما إلا دي مون فخير ما مير إلا بورتي أول درابو دو لالجيري دان تو الموند أنتي. ومع أصدقائه استرجعنا اللحظات والذكريات التي جمعتهم به. إحنا كملاكمين نهار اللي حلينا عينينا شفنا حماني و لي زونسيان بوكسور اللي شرفوا الجزائر وحنا تعلمنا عليهم، فهمت؟ وحصل لي الشرف وتلاقيت معاه ودرنا حصه تلفزيونيه قدم لي المشعل. لوصيف حماني يبقى في اذهان الجزائريين راسخ نظرا لما قدمه للملاكمه الجزائريه، وبالتالي نشكر ايضا ممثلين الوزاره وممثلين عن الفيدراليه الجزائريه للملاكمه بحضورهم معنا. كلمات في الصميم على لسان الحضور، السلطات المحليه وكذا مسؤولي الرياضه. نظن أن من الواجب علينا أن هذه الوقفة هذه نعطوها الوزن تاعها والقيمة تاعها، كون المرحوم ذو وزن وقيمة كبيرة. المرحوم إذا الكثير من الجزائريين الأوفياء داروا الواجب تاعهم بطرق جهادية وغيرها، المرحوم ارفع الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه. كما اقول لك مد للملاكمه الجزائريه وانسان كما اقول لك صادق. انا راح لي الشرف وتكلمت معاه وهدرت معاه في عده منافسات جزائريه في الوطن، والله يرحمه ويوسع عليه، وهذا شرف كبير اللي حضور تاعنا هنا معكم ولبينا الدعوه وجينا احنا نفرحوا مع الاحباء. في الاخير يبقى لصيف حماني مثلا وقدوه لكل محبي الملاكمه للاقتداء بانجازاته وبطولاته. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام الموعد الرياضي، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.